بعد ما عرفنا انواع اللايرز المختلفه عايزين نعرف كيف انت تضيف ايفنت في الصفحه بتاعتك بحيث انه زول لما يضغط كليك مثلا في حته معينه تجيه انفورميشن او تجيه ريزلت او فيدباك ما فعايزين نضيف ايفنت مثلا للخرائط بتاعتنا او للابلكيشن بتاعتنا. المكتبه نحن زي ما تكلمنا في البدايه انه مكتبه الار بي اس اي بي اي فور جافا سكريبت اتبنت لمكتبه شنو على المكتبه بتاعت دوجو تمام، فبالتالي ورثت كثير جدا جدا من خصائص المكتبه بتاعت الدوجو زي المعالجه بتاعت الايفنت. الان نحن عايزين نعرف كيف نضيف الايفنت في الماب بتاعتنا. عندنا طبعا مجموعه من الايفنت انت ممكن تعملها وتستخدمها بحيث انه تاخذ تحصل من خلالها على فيدباك من الابلكيشن بتاعك. طيب خلينا نرجع نمشي نعمل اول حاجه كرييت الماب اوبجكت. بعرف في الماب ليف بتاعي بمشي بعمل لي او اس ام ساب لينا نيو مثلا يزري ليت بوك اوبن ستريت ماب لير حقوم مشي اقول له ماب بوك اد لير حقول له كده انا عملت اوبن ستريت ماب بتاعتي. طيب عايزين نضيف الان ايفنت بحيث انه الزول اليوزر لما يضغط كليك في الماب دي صار له شنو؟ صار له الاحداث اللي ضغط عليه كليك تمام؟ فعشان نعمل الكلام ده قلنا بنستخدم الايفنت اللي موجوده او المشتقه من مكتبه دوجو او ممكن تستخدم الايفنت الخاصه بالمكتبه بتاعت الار جي اس اي بي اي فور جافا. خلينا في الاول نشوف الايفنت اللي ورثتها المكتبه بتاعت الار جي اس من مكتبه دوجو. حاليا نقوم نستخدم الامر دوجو دوت كونكت. لاحظ معي الامر ده بياخد ثلاثه بارامترات. البارامتر الاول بيمثل الاوبجكت اللي بيتم عليه الايفنت، يعني الاوبجكت اللي انا عايز انه لما اليوزر يجي يعمل فيه اي اكشن تمام يحصل شنو الايفنت ده تمام. مثلا الاوبجكت بتاعنا هنا الماب فاصله. البارامتر الثاني بيمثل اسم الايفنت اللي انا عايزه يحصل. الايفنت ده ممكن يكون هوم كليك، ممكن يكون ماوس موف، ممكن يكون اي ايفنت من الايفنت اللي انت بتعمله. طيب نحن عايزين مثلا ايفنت هوم كليك. البارامتر الثالث قلنا بنسميه الهاندلر اللي بيعالج لك شنو الايفنت بتاعك. طيب اليوزر جه في الماب وضغط كليك، اللي حيحصل شنو؟ الحاجه اللي حتحصل دي انا داير اجي الان احددها او اعملها تمام. افضل حاجه انك تعملها من خلال شنو؟ خلال الفانكشنز. تقوم تعرف ليك مثلا فانكشن نسميها مثلا شو كود عشان ما تظهر لي شنو الكوردينيت اللي ضغط فيها اليوزر. كل ايفنت لما يتنفذ بيرجع لك انفورميشن. الانفورميشن اللي بيرجع لك الايفنت دي انا هعمل لها كابس كاتش من خلال شنو؟ خلال الفانكشن اللي اسمها شو كود. بالتالي انا مفترض امشي اعرف شنو فانكشن اللي اسمها شو كود. هنزل تحت هنا الان اعمل لي فانكشن جديده سميها مثلا شو كود ومرر ليها بارامتر اسمه اي في تي. اي في تي ده البارامتر ده حتخزن فيه النتائج اللي جاتني من الايفنت، لان انا قلت كل ايفنت برجع لك معلومات. المعلومات اللي برجع لك الايفنت دي انا عايز يخزنها لي في الاوبجكت اللي اسمه شنو؟ اي في تي ده تمام؟ الان انا عايز لما اليوزر يضغط كليك في الماب يقوم يرجع له شنو؟ مسج انه انت مثلا ضغطت في الحته الفلانيه او يرجع لي اعمل له اريد. طيب حاليا نقوم نقول له اليرت. لاحظ عايزين نعمل اليرت حنقوم نقول له اي في تي دوت ماب بوينت. ماب بوينت دي النقطه اللي ضغط عليها شنو؟ او البوينت اللي حته اللي ضغط فيها اليوزر دوت اكس. ده الاحداث اكس من البوينت بتاعتك، لانه نحن عارفين كل بوينت عنده احداث اكس واحداث شنو؟ واي. دوت بوينت بعمل بلس عايز افصل بين التو بوينت دي مثلا بالعلامه بتاعت الفاصله دي اعمل بلس اجي اقول له اي في تي مثلا دوت ماب بوينت ثاني دوت واي. ده الاحداث شنو؟ واي. الان لما احفظ الصفحه دي خليها امشي نعمل لها سيف از نسميها مثلا اكزامبل 03.html نعمل لها سيف.
لاحظ معي الان لما تيجي مش تفتح الصفحة دي، لاحظ فضح لي لما اضغط كليك والي حديك شنو الاحداث اللي انت عملت فيه وشنو ضغطت فيه كليك. طيب لك الاحداثي اللي انت ضغطت فيه كليك، ما طيب دي الفكرة بتاعت الايفنت. قلنا النوع ده من الايفنت بنسميه شنو؟ ايفنت دويو ايفنت. قلنا الـ RTS API for JavaScript عندها طريقة تانية او ميزود خاصة بها لشنو؟ للايفنت. الميزود دي انت بتكتب اسم الاوبجكت بتاعك دوت اون، يعني الاوبجكت اللي عايز تنفذ فيه الايفنت دوت اون، بعد ذاك بتمرر لها تو باراميتر. لاحظ معي مثلا الاوبجكت بتاعنا الان شنو؟ ماب دوت اون. لاحظ هنا بمرر اثنين باراميتر، الباراميتر الاول بيمثل اسم الايفنت بتاعي، والباراميتر الثاني بيمثل شنو؟ ماب بيمثل مثلا الهاندلر بتاعي. طيب هنا قبل اسم الايفنت كان شنو؟ اون كليك. طيب هنا ما بكتب اون، يعني لما اكون شغال بالطريقه دي ما بستخدم شنو اون، بكتب بس اسم شنو؟ اسم الايفنت مباشره، مثلا كليك. لاحظ معي الان حمشي اعمل شنو الهاندلر بتاع اللي اسمه شو؟ اكس واي. انا عايز انه اليوزر دي او سوري انا عايز الايفنت ده يكون مختلف، خلينا نخليه اسمه ماوس موف. لما مر الماوس مثلا الخريطه بتاعتي يقوم ينفذ لي اسم الايفنت اللي اسمه شو اكس واي، تمام. طيب انا عايز لما مر الماوس مثلا في الخريطه بتاعتي دي تظهر لي الاحداثيات اللي انا مررت فيها تحت هنا، تمام. فحاجي اقوم اعرف الداله بتاعتي اللي اسمها شو اكس واي دي، فحقوم اعمل فانكشن اسميها مثلا شو اكس واي، برضه حيكون عندها باراميتر واحد. الباراميتر ده قلت ده المتغير اللي بيعمل لي شنو؟ يخزن لي الريزلت اللي جاتني من الايفنت. طيب الان انا عايز قلت اظهر الاحداثيات ديل هنا، تمام. فبالتالي انا محتاج اعمل HTML element عشان ما اخد فيه شنو؟ الاحداثيات بتاعتي. ممكن اعمله ديف، ممكن اعمله باراجراف، ممكن اعمله اي شنو؟ اي HTML element. فحي اديه اي دي مثلا يساوي لنا مثلا كور، لاحظ معي، وحاجة اقفل الديف دي. الان هنا حاجة اقول له لما تمر الماوس، تمام، في الدوكمنت بتاعي، تمام، في الاليمنت الاي دي بتاعه اسمه كورد دي، ظهر لي شنو ايفنت دوت ماب بوينت اكس وشنو واي. فحاجة اقوم اقول له دوكمنت دوت جيت اليمنت باي اي دي، بكتب هنا الاي دي بتاع الاليمنت بتاعي قلته كورد، بعد ذاك حقول له دوت انر اتش تي ام ال. لاحظ معي يساوي لنا شنو؟ يساوي مثلا اي في تي دوت ماب بوينت دوت اكس بلس، عايز افصل لي بينهم بفاصله، بلس اي في تي دوت ماب بوينت دوت واي فاصلة. لاحظ هنا حيقوم شنو؟ ظهر لك الاحداثي اكس والاحداثي واي لما تمرر شنو؟ لما تمرر الماوس. لاحظ مرر الماوس حيقوم يظهر لك الاحداثي اكس وواي متعلقات بالنقطة المعينة بتاعتك. الان لما تيجي تعمل ريفريش لاحظ مرر الماوس احداثي حيظهر معاك تحت، تمام؟ دي الفكرة بتاعت الايفنت في الـ RTS API for JavaScript.